ليه؟ ليه؟ لا والله ما عاد اروح معها اتمشى. قلت له مسعود بن شعبون معاه جمهور. ايه قال رحنا للواجهه يا ولد، انسحب علي يا مسعود كلهم صوب وناجي. اشهد. حتى ما صدق. يقول ولعان يبكون. بس اني سكتهم. زين والله يا ابو ناجي. الحمد لله القبول من الله، الله يقبلنا وياكم. والله انتم دارين كيف العلوم. الحق قبول. محمد مسعود بن شعبول الرجاجين نسيوا من عمارهم وقاموا يسولون معه لكون تشوفون. ورب الكعبه بحاج لكلبي. طيب. بحاج لكلبي. بس مسعود بن شعبول. انا رحت معهم بصراحه. بحاج رجعت من رفحه. ايه. وين رحتوا؟ رحنا ليوك. يوك ولا لكن بقول لك حاجه. الواجهه الواجهه ولا يوك. انصحهم نصيحه. لا عاد يشلوني معهم. اذا يبون يحسون بجو الشهره. ايه. يروحون لحالهم. يا سلام. اذا راحوا معي يدعون حسين الوايلي تعال يصوروني. بس انا يا اخوي فيني ميزه اني اراعي شعور الاخرين وادعيهم. ايه. بحاج قلت تعال بحاج. قال بحاج لا يبغونك. قلت تعال تعال هذا بحاج صديقي صورونا. هذا مستشفى توك داخل ما يمديك. ما ايش دخل هذا مرض 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 لو اني داخل ذا الحين مرض ذا ما ادري ايش عندنا مستشفى داخل قد في عياده في عياده في عياده ما في مستشفى خالد الدوسري ما والله نود النار جليد وهرلم كذا ولا يعالجني خالد الدوسري علاج التقريب بقي يا اخوي فك لا فك عيونك خليها تدرب انا افيدك بحاجه يا ورع انا تعبان ترى ما ارد والله ماني فاضي لك قول انا اسمعني بقول لك كلام اقول خذها كلم احمد يوصل لي كلامك احمد شوف ذا وش يبي اعوذ بالله قد هنا قطره شاف فك قطره احمد شوف ذا وش يبي ولد من ما تشرب لا لا شوف انا خابره اكبر من الامور دي اسمع يا ابو محمد ابو محمد دقيقه ليتك لا تمدها انا ماني بصغر بالعانك والله لا تحدي والله ان املى ثمك بقطره نحط قطره كلها في ثمك يلا يلا بس لا الا اللي انا بها وقف وقف يلا وقف 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 شلون؟ زاقك؟ مين زاقني؟ ابو ناجي فكر فكر خانقني زاقك يعني خانقني يعني انا خانق صدق يعني خانق خانقك اي قسما بالله انه معنا والله اني ظاهر دامي عنده هو انا وجع حسين بن ناجي لامته لامته يا راسي يا ريجي خلاص خلاص يا عيال يعني لامته يا عيال يا عيال تقودني للخطا واختي وتسمع لي بهاج بهاج مسعود نواف احمد ساكم بالله جلسه خلنا نسولف شوف في ذمتكم ما كان اسمه تضم العلم ولا ما تضمه فكني شرك كل ما جلس الجلسه وجع وتراب والله احنا نقوم لا خليك تاكل من ذا الطيب شو وراك امر يا ابو محمد تعطني انا يا ابو ناجي منعني من ولد الله وقف يا حيوان يا والله العظيم لا حتى مسكن لا حتى مسكن انت مسكن يو كتفي يو كتفي كتفي يا ابني افكه سيء قبل شوي جيب الكاب جيب الكاب خليها بس مسكت الشعر بس هو لو قد مسكت الشعر يا راس يا راس خلاص خلاص يا سيدي انا اخذ العلوم من العيال ايوه والله الامور زينه بالشركه مستوى سيء يا ولد يا ابو ناجي ترى سنه ناس يا ابو ناجي ترى الاحترام لك تعال 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 بهاج بهاج مسعود بهاج خلاص اروح لا اقب دماغك يا ابو سعود بهاج شلون اقول؟ يا بزر قول يلا بهاج حول ولا قلت لا بالله شو الرجال اللي سم اقعد لا ما بس ما في شيء خلاص خلاص بهاج بهاج خلاص قول لا اله الا الله حق لا تنفخ ولا لقمه اكلك من ذا الورق والله اسكت ماني ترى حسين انا اسكت شوف ترى بهاج افيدكم شغله ترى ما يمشي الا بالعصا يا بهاج وجع ايه الحمد لله الله يحفظك الله كانك رجالكم خل خلي يا ابو ناجي خلي يا ابو ناجي مو بخصم لك ما بخصم هذا تعود من الشيطان يا مسعود شعبول
خلاص يا ورع انتوا يا لعقم تكفى يا غبيوي تكفى يا غبيوي تكفى يا فتى الدواد من رجال والله يا قطع هالشوشه تكفى يا ولد الدواد تكفى يا ولد الدواد من رجال لا يفرح حي ذا العين يا ولد الدواد والله اطرح لا امشي صدرك خبل الموت امشي قدامي امشي ايوه تكفى محمد تكلم اللي ياخذك تكفى يا محمد تكفى يا محمد تمت يا محمد والله انك رجال وانك تعفي خصب انا ما نبتي رجاك لا حش افهمك من ذا التيل تفهم انت تضم العلم ولا ما تضم افهم نصكم عينك قم ترى ما بتدخلش في عينك للحين باقي للحين في عينك دقيقة خلنا نعدل الأمور خلنا نرجع زينه الأمور خربانة أنا عني ساكت دقيقة أقول تأخذ قصدي أسلوب دقيقة أوكي والله ما أطق خلاص أرجع يا ربي يا رجال أنا معي ربو ما عاد أقدر أتحرك خلاص فك فك فزين زينه فك فزين ما يبطاق بطقني دقيقه خلاص بدي اقول والله خلنا نضبط امور ما يبطاق يعني بطق عمر منتج عمر ابن عم ما اقدر اطق صح زينه خلاص ما يبطاق خلاص الحسين بن ناجي كلب وش اللي مخليك تفكني تبيني افكك قول اخس على حسين بن ناجي اخس على حسين بن ناجي الخسيس خسيس الامور مصالح يا ابو نادي خلاص كل حسين بن ناجي هدد اقول والله لا اجيك اخليك تاكل والله لا اجيك اخليك تاكل من الثيل يا حسين يقرط على فمي انا روحي غني ده ما تعدى المنام اسمع اسمع ايه اسمع 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 الرد ها هاي كل يا رجال ما عندك الا 40 فارس والله انك تشبهني بفليح ذاك اللي مع غريس فلاح والله ما عندك والله ما عندك ما عندك يا روح تكفى يا حسين رجال يطرحوا فيه بالله وجهك يلا شكرا نعم العود السمع يا رجال راسي ذبح يا راسي ذبح نوضح خلاص خلاص رقبه فكيت ورقها فكيت رقبه يلا خلاص اجلس مو الباقي خلاص ولد تعال اجلس مرحبا خلاص مرحبا بكم بدون تعال يا ولد يكفينا جلسنا يا رجال ارضيه غيروا عيال حلمك ارضيه مشيت لا جسد ما ناسس والله الجلسه ذي كاي ادرس سموها اللي حصل قبل شوي ضغط والقهوة تقيت من فوق تب التب ايه جلسنا يا عيال بعد وين جلسنا تعال تعال انا قلت انك حيوان وقلت انك ما تستحي ما في شيء جديد يعني هو مو انسان يعني لا انا ذيب وذيب حيوان ها انا ذيب وذيب حيوان احس ان ذيب مو حيوان وانا احس مو ذيب إلا فيه واحد محظوظ حقه ليه والله انهم ما يدانونه والله انه ملعون يعني استغفر الله انه عطني مخدتي انا صادق ولا لا الثعل نعم والله الثعل ما في حيل ذكي عطني ذكي ملعون والدي ما ادري ليه مو زين بحال ثعل 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 والله انه ثعل بحال حسن هو نفس الشيء حسن صغير نفس خضير وحمار صح ثعل حسن شو حسين صغير حسيني اه اله قطع لي قطره يا ابو محمد تخسي نمر وصلنا كل اخيك اللي اكبر منك تخسي تخسي اقوم اتو تخسي انت عليك ولا عليك مرة محمد ما في ولا ودي اقطع كنت سود استريح انا ما اخذ شيء بالقوه انا بس اضرب في وجهك تراني مستحي من العتبان ولا خليتك تاكل من دتي بيض وجهي وجهك على اساس انك ما ما سويت شيء باليوم اضرب وجهك ولا عليك ما طارق 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 خلاص عيخ صغير عيخ اخيك الصغير خلاص بعد بجيبها مو مقصر اخي صغير لحاج عط اخيك تخسي تكفى يا ابو محمد الله يلعنك اللي عندك خوه تكفى واعطيك حموده ايوه ايوه ابو حي تعال يا تكفى يا ابو محمد ليش تجلني لنا سام دي لنا نحب السام طيب انت عند النهايه كل النهايه
اعمالكم في البون هاي شو اسمه شيلتكم والله ما فيها حيله اي واحد حقت نجم الفنسي ما صار لا 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 ولا انت قصدك وش؟ لا ربي يا بهاي تعال خلنا نتحدث طيب خلصتوها عادي غطرتي معي وش اسمي؟ احمد هذا الشاي عندك يا وجهك خلاص يا تبي غطر؟ برعبت عندك ما تعطي شماغ طيب خلاص تبي غطر؟ عطخ اقسم بالله اسمع اقسم بالله انه لا يدرج فمه بحرف واحد بعد ما ياخذها شوف علي الطلاق لا خليه ياكل من ذا الثيي انك ما تمنع لا انت ولا اللي يسمع والله انك تخسي لا اكل من لا اكلك من الثيي يا حيوان تبغى غطره تبغى غطره تبغى غطره خليه يعتذر خليه يعتذر براسي ولد سبني ولد لا اقوم عليك من خلف تاكل ايش تيس قم عطه ماني معطي عطه يا ولد ماني معطي انا ما احب شوف انا ما احب الازعاج انا ودي بجلسه هاديه صح ولا لا تبون جلسه فيها سوالف خلاص قولوا لي حطيني غطره هنا اقعد ماني معطي كمامة عن هذيك والله من اقرب بينكم انت شب وش عليك من رجال اكل ابوي ومري بالصبر ولا تقحصن علي طيب قم انا شاك انا والله محترمك لا لا والله العظيم محترم قم ضربه بطل يا دخلنا اعطيك تخلينا تسلم الضيف يا ولد ماني تسلم بقول لا تنسى تراك ما انت بضيف يا مسعود ترى ما انت بضيف ماني بضيف ضيافتك 3 ساعات بس اللي انا جايك ابو كرامه الحين لا لا انا جيني بدك انت ودك تشارك بس ما تعرف صح؟ لا الحين واحد ابغى ياخذ قطره من واحد وش دخل ما انت بضيف؟ فسر لي رد عليه نواف وشي بس عد هو قال ولد فسر لي اسمع 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 خليني افهم خليني اطلب منك مشاركه خليني افهم انا ما اطلب مشاركه ما اطلب مشاركه انا قوم اكسر عينك ادري تسمعني ما ادري انا اجز شماغ ما في زين متخلص الموضوع شماغ ما في ما في شماغ على كلام كذا ما في شماغ لا قوم ادفنك لا قوم ادفنك انت ولد عمك ابو نادي لا تستعجل امر عندي موضوع عندي اسمع 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 خلاص عملي فيما فلا تقهر انت بيتيم انت كلمه بيتيم بيتيم يقعد يخلي المسلمين ان شاء الله يا ويلكم ويلا الحين ابو محمد سوري وتر والله بعد يا عيال يا عيال يا عيال تعال خله 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 والله نزور خلاص تم تم كم تم تم اسلم يا ابو نادي خلاص يا عيال ايوه صوت ايش البطاريه يا عيال بطاريها يا عيال هذه اسرار ما يحتاج الى نقطه اسرار تحن اي والله معلش ايه يا اسمع نروح هناك انا والله بديها والله نعجه انا لا مشي ضع زحمه وكذا خلنا نروح تعال 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 ايش تبي اضغط هذا اللي يكون كسر الصدق يا رجل والله ما اسولف والله ما اسولف ولا اقعد معكم لين يعطيني غطره انا بروح شد والله حزامك تعال والله يا غطرتك انت رد حذايا اول شيء بعدين رد غطره تعال يا بهاد ولد طيب كل مره يجي ترى ما عندي بعيد منه احمد ما عندي بعيد منكم تعال يا بهاد خلص اقسم بالله تعال اسمعني يا ابن عم حط خلص النوت اسمع اسمع هات اسمع هات انا بعطيه الغطره اقسم بالله انه عشانك والله لاني اقول كلمه انه توطى غير اقسم بالله انه لا يطري حرف واحد اسمع بشهد ويا العتبان وشهد يا الوالد شاهد ابد انا شو اقول يعني ايش بقول؟ شو اقول مثلا؟ وش بقول؟ شاهدتوا؟ عطني هات عطني شاهدين عطها بس انت عطها شو اقول مثلا؟ خلاص بقول ماخذها طرق يعني؟ ما هو طرق انت معطيني اياها برضاك صح ولا لا؟ ها؟ صح ولا لا؟ طرق والله خشبك ياكل بي اخذها بعينك مثلا خلاص امشي قدامي والله ان كان هديك رومي هذا الوجه اللي مسحت فيه يا وجه همدان وين؟ عان اللي ايش اسمع ايش يقول؟ خلاص تم 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 ما ادري وصل عاد خلنا ناخذ يا ابني خشم ما في احد ما في احد انا متاكد ما في احد يا مريض بيصرف ابن حاز من نبل طيب طيب طيب
ويب ويب. لا بس